ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا باسم مجدي وجاي اتكلم معاك في الفيديو ده عن مشروع زيد الشيخ زايد. لو مهتم بمشروع زيد الشيخ زايد وعايز تعرف المساحات والاسعار وانظمه السداد وكل حاجه عن المشروع، تابع الفيديو ده للاخر عشان في الفيديو ده هتعرف كل التفاصيل بتاعه مشروع زيد الشيخ زايد. بس خلينا قبل ما نبدا اقول لك حاجه مهمه جدا. لو بتتفرج عليا على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو بتتفرج عليا على قناه اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا. مش هسيبك يا دي هنا اسمح انا، لو عايز تشوفني قومي طب تعالى، حبي سيب الدنيا دي لا 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 لا، متأثر متأثر. مبدئيا كده خلينا متفقين ان مشروع زيد الشيخ زايد او حتى زيد التجمع اللي احنا هنعمل ان شاء الله عليه فيديو باذن الله لوحده، هو بيتارجت كلاس A بلس، واللي انا شخصيا مش منهم، بس انا دوري كفلوجر ريال استيت ان انا اجيب لك المشروع واقول لك كل تفاصيله ومساحاته واسعاره واقول لك كل حاجه عايز تعرفها عن المشروع، وفي الاخر القرار ليك انت انك تشتري او ما تشتريش، دي في الاخر حاجه راجعه لك. خلينا نتكلم الاول قبل ما نبدا في تفاصيل المشروع ومميزاته وعيوبه والكلام ده كله. خلينا حابب اقول حاجه مهمه جدا عن اعلان المشروع نفسه. بصراحه انا عايز اشكر شركه الماركتنج اللي عملت الاعلان. ليه بقى؟ الاعلان كريتيف جدا في حته كده. اولا انا كشركه ريال استيت اللي هي شركه اوراسكوم، يعني لو انا عايز اعمل اعلان عن كومباوندين او مشروعين عقارات ما لهمش علاقه ببعض خالص، واحد في الشيخ زايد وواحد في التجمع، ومعلومه كده بقى مبدئيا على الماشي ان المشروعين حتى ما لهمش اي علاقه من حيث التفاصيل والاسعار ببعض خالص، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. لكن الفكره الكرييتيف هنا اللي عجبتني ايه، ان هم حبوا يعملوا دمج ما بين المشروعين في اعلان واحد. بدل ما يعملوا اعلان لكل مشروع فهم دمجوا المشروعين في اعلان واحد، ادالك ايحاء ان الاتنين زي بعض وانت عليك انك تختار. تختار الشيخ زايد، تختار التجمع، المهم انك انت تكون في زاد. خلينا نتكلم الاول عن المطور العقاري وهي شركة اوراسكوم. هي طبعا اللي عملت المشروع، عملت مشاريع كتير طبعا قبل كده زي ابراج نايل سيتي وزي بيراميد هيلز ايجيبت وزي مشاريع تانية كتير خارج مصر. مكان المشروع، المشروع موجود فين؟ فالمشروع موجود في مدينة 6 اكتوبر في الشيخ زايد، او بالظبط مدخل واحد من الشيخ زايد. المشروع تقريبا بيبعد حوالي 3 دقايق من هايبر 1، و15 دقيقة من ميدان لبنان، و15 دقيقة برضه من مطار سفنكس، و20 دقيقة من متحف مصر الكبير. مش قريب، عندي أحلى. لا دي رحلة. عندي أحلى أحلى أحلى. لا دي رحلة رحلة رحلة. المشروع مبني على مساحة 165 فدان، ال 165 فدان دول منهم 65 فدان بس لزيت بار. المشروع عبارة عن أبراج سكنية، في منها أرضي و10 أدوار وفي منها أرضي و20 دور. وطبعا الارتفاع ده يعتبر ارتفاع كبير جدا، ويعتبر هو المشروع الوحيد اللي فيه ابراج بالارتفاع ده في مدينه الشيخ زايد او مدينه 6 اكتوبر عموما. تعال بقى اكلمك عن مميزات المشروع نفسه. اولا المشروع فيه ممشى تجاري كبير، وده طبعا غير المباني الاداريه اللي موجوده، يعني هو هيبقى فيه ممشى تجاري زي مول تجاري كده، محلات تجاريه كتير جدا، وهيبقى فيه برده مباني اداريه زي اللي عايش في الشيخ زايد او اللي راح الشيخ زايد قبل كده، هيبقى شبيه قوي الكابيتال بيزنس بارك. كل اللي هنا وده عندي طبعا، دي حاجات جت لي. المشروع فيه مساحات خضراء كبيره جدا، والمفروض انها مصممه باعلى المعايير العالميه، يعني المساحات الخضراء في المشروع هتبقى مساحه كبيره جدا. خد بالك ان المشروع زي ما قلت لك كده زيت بارك تقريبا 65 فدان، والمشروع الباقي 100 فدان. 100 فدان على فكره مساحه، يعني انا شايفها مساحه محترمه قوي. مشروع زيد الشيخ زايد فيه اكبر مجمع رياضي موجود في الشيخ زايد، والمجمع الرياضي او النادي الرياضي دون هيبقى محطوط على مساحه 10 فدان، ودي طبعا برضو مساحه محترمه جدا على المجمع الرياضي. طيب المجمع الرياضي المفروض ان هم قايلين فيه ان هو هيبقى فيه ملاعب لكل الانشطه الرياضيه اللي تتخيلها واللي لا تتخيلها. طبعا ما هو ملعب، يعني ما 10 فدان دي مساحه كبيره جدا يعني. هتيجي ولا لا؟ فرقه سهله. قال لك سهله ولبس البدله. فرقه سهله سهله سهله، عامل جد ولبس البدله. المهم الحاجه اللي لفتت انتباهي في المشروع ان هم عاملين بحيره على مساحة 2 فدان، يعني مش عارف ازاي بحيرة على مساحة 2 فدان، بس يعني اعتقد هتبقى شكلها واو. يعني انا شخصيا مستني المشروع ده يخلص عشان انا عايز اروح اتفرج على البحيرة الكبيرة اللي على مساحة ال 2 فدان. وبرده فكرة تانية او الحاجة التانية اللي هم قايلينها ان البحيرة دي هيبقى حواليها كده زي كافيهات ومطاعم كتير جدا لاغلب البراندات العالمية طبعا، علشان بحيث ان انت تقدر تنزل تقعد على الكافيهات وتبقى شايف بعينك البحيرة الكبيرة دي. اعتقد ان هو هيبقى منظر خيالي يعني، بس خلينا نشوف لما المشروع يخلص يبقى عامل ازاي، لان هو المشروع حتى الان اندر كونستراكشن. اللي خلص فيه بس هو زيد بارك، وبداوا هم في مرحله البنى دلوقتي. انا دلوقتي طبعا بتكلم واحنا
في شهر 24/21، فمش عارف انت ممكن تكون تتفرج عليها على الفيديو ده امتى، بس انا بتكلم على الوقت الحالي. اللي عرفته برضو عن مشروع زد الشيخ زايد ان هو هيبقى فيه فندق بوتيك او بوتيك، انا مش عارف اسمه ايه بصراحه بالظبط، هو اسمه فندق بوتيك او بوتيك، وده فندق معروف جدا. وعلى فكره وجود الفندق ده في المنطقه دي هيرفع السعر لما المشروع يخلص بشكل خزعبلي. يعني انا اعتقد الاستثمار في زيد الشيخ زايد طبعا للناس اللي هي الناس اللي هي كلاس A بلس او A بلس بلس، اللي انا شخصيا مش منهم، بس المهم ان انت لو عايز تستثمر فلوسك كويس قوي بيتهيألي مشروع زيد الشيخ زايد هيبقى مكان كويس للاستثمار. الدنيا هنا هنا تفتح نفسك، مبسوطة هنا ما تتعبيش نفسك، ما تيجي زايد طوعيني انا في التجمع انسيني. تعال بقى اكلمك على الابراج نفسها. زي ما قلت لك في اول الفيديو ان الابراج في منها ارضي و10 ادوار وفي منها ارضي و20 دور. المفروض ان تحت كل برج هيبقى فيه الباركينج مخصص للعربيات اللي هم بتاعت ملاك الابراج او ملاك الوحدات اللي في الابراج، والمفروض ان هو هيبقى فيه اكتر من مصعد اللي هو الاسانسير، يعني في اسانسير مخصص للافراد وهي طالعه بيوتها يعني، وفي اسانسيرات تانية مخصصه للعفش او للاساس، ودي طبعا اسانسيرات هتبقى على مساحه اكبر والمفروض انها تستحمل الحموله بتاعه الاساس عشان وانت بتطلع عفش بيتك كده ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتشتري في مشروع زد الشيخ زايد. طبعا غير السلالم اللي هم مخصصينها للطوارئ، بس انا مش عارف بصراحه ازاي واحد لو ساكن مثلا في الدور العاشر هينزل او الدور العشرين هينزل ازاي على السلم في الطوارئ، بس المهم يعني ان هم عاملين سلالم للطوارئ واكتر من مخرج لو انت لو الاسانسير عطلان او لا قدر الله حصل حاجه فانت تقدر تستخدم السلالم دي. الحاجه برضو اللي هم كاتبينها في البرزنتيشن بتاعهم ان هم هيبقوا عاملين طبعا ريسبشن زي كل الابراج المحترمه، هيبقى عاملين ريسبشن في كل برج. المفروض ان انت هيبقى في شاب جميل كده يسالك وانت داخل رايح فين يا بيه، رايح راجع جاي لمين، بس المهم ان هيبقى في ريسبشن في كل برج. تعالى بقى اكلمك عن الاسعار والمساحات، بس خليني برضو اكد عليك قبل ما نتكلم في الاسعار بالذات ان المشروع المخصص لكلاس A بلس، فكلاس A بلس اللي انا شخصيا مش منهم، ولكن انا دوري ان انا اعرض لك كل التفاصيل، فالاسعار يا ريت الناس ما تتخضش منها شويه. تعالى نتكلم الاول عن مساحات. مساحات الشقق في زيد الشيخ زايد بتبدا من 60 متر لحد 208 متر، وهنا هم عاملين حاجه كويسه قوي ان من اول الشقق اللي مساحتها 135 متر الشقق دي بتبقى 3 غرف، وضايفين عليها غرفه اسمها الهاوس كيبر او الميد روم، اللي هو لو انت عندك بالبلدي كده شغاله او مربيه اطفال، فهم عاملين اوضه صغيره كده مخصصه ليها. في المساحات اللي هي في مساحات تانية اللي هي 184 متر دي بتبقى 3 غرف وبرضو عليها غرفه الميد روم ومعاها حديقه او جاردن 25 متر، مساحتها 25 متر. وفي مساحات تانية بتبقى دوبلكس دي بتبقى 235 متر، بتبقى 3 غرف ومعاها غرفه الميد روم ومعاها جاردن على مساحه 70 متر. مش عارف الجاردن مساحه 70 متر دي مساحه حلوه بيتهيألي يعني. واخيرا البنت هاوس، ودي مساحتها بتبدا من 230 متر وبتبقى 4 غرف زائد غرفه الميد روم اللي احنا قلنا عليها، زائد ان هي بيبقى معاها تراس حوالي 60 متر. تراس 60 متر ده حاجه خيال بصراحه. طيب تعال نتكلم عن استلام الوحدات. ميعاد الاستلام امتى؟ هو ميعاد الاستلام المفروض كمان 3 سنين ونص، يعني المتوقع ان هو يبقى في اخر 2024 او اول 2025 من دلوقتي. طيب الوحدات كلها بتتسلم سوبر لوكس، وبيبقى شامل معاها الوحدات بتاع المطبخ، يعني تقريبا هو بيسلمك الشقه متشطبه بالمطبخ كمان. تعال بقى نتكلم عن السعر. سعر المتر في الابراج اللي هي ال10 ادوار بيبدا من 24000 جنيه للمتر الواحد، والابراج الثانيه اللي هي مسمينها البي بارك سعر المتر بيبدا فيها من 42000 جنيه، ودي الابراج اللي هي تقريبا ارضي و20 دور. نيجي بقى لانظمه السداد. فالاول انت بتدفع 10% مقدم من قيمه الوحده، وبعد 3 شهور بتدفع حوالي 5% تانيين، وبعد كده المبلغ المتبقي بتقسمه على 6 سنين على دفعات متساويه، ده غير ان في وديعه صيانه تقريبا 7.5% من قيمه الوحده بتاعتك. اخر حاجه هقولها في الفيديو مميزات المشروع وعيوبه. مميزاته ان هو طبعا مبني من شركه براند، شركه اوراسكوم، يعني شركه غنيه عن التعريف. المشروع طبعا فيه مميزات كتير جدا، كل الحاجات اللي انا قلتها دي حاجات يعني بصراحه انا شخصيا احلى من ان انا اعيش فيها، ولكن مش عايز اقول كلمه عيب المشروع، ولكن هو طبيعي طبعا ان المشروع اندر كونستراكشن ولسه هيتسلم بعد 3 سنين ونص، والاسعار مش عارف دي بتاعتك انت بتحكم انت عليها. زي ما قلت لك هو المشروع بيتارجت كلاس A بلس. مش هسيب مكاني هنا استحاله، لو عايز تشوفني قوم انت تعالى، هتسيب الدنيا دي لا 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 لا، بتهزر بتهزر. المهم لو عجبك
عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، لو بتتفرج عليا على الفيسبوك ولو بتتفرج عليا على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.